شوف، هو الاكل هنا في حدوته مصريه هو يعتبر يعني اكل بمذاق بيتي اكتر من انك انت رايح تاكل في مطعم يعني. وفي اصناف يعني كتير مميزه، واللي بالنسبه للحاجات السيفتي هنا والنظافه والاهتمام والسوشيال ديستنس وتلبيه الطلبات، يعني ما حسيناش ان في اي اختلاف عن الخدمه اللي بنشوفها كل مره. طبعا الاكل هنا لا يعلى عليه. مطعم حدوته مصريه هو افضل مطعم موجود مصري في الامارات. دايما متعودين على الجوده في الاكل، وتنوع الاكل اللي موجود هنا بيدي مذاق خاص لينا يعني. دايما السيرفيس ما شاء الله كل مره افضل من اللي قبلها. وطبعا التدابير الاحترازيه اللي موجوده حاليا ان شاء الله من بدايه الدخول الباب موجود المعقم، وموجود كل الستاف لابس الجلافز والماسك وكل حاجه تمام يعني. الاكل ممتاز جدا زي العاده، ومستوي كويس ومتنوع كويس قوي، والبوفيه في اكتر من يعني اكتر من كفايه هي، كل حاجه حلوه جدا. السيرفيس بصراحه هقول حاجه، السيرفيس الحلوه تحببك في مكان اكتر يعني. الاكل الجميل جدا طبعا، حضرتك مصريه معروف بالتيست بتاعه، وفي نفس الوقت الجو الجميل بتاع الفاميلي يعني. كل البوفيه المصري موجود، كل الاصناف المصري اللي ممكن تفكر فيها تقريبا موجود. السيرفيس جميله جدا، والهوسبيتاليتي بتاعه الناس فريندلي جدا يعني، الواحد بيبقى حاسس ان هو قاعد مستريح يعني. حدوته مصريه، مصر في قلب دبي، مصر في قلب دبي، مصر في قلب دبي، مصر في قلب دبي.